الأشياء الجميلة من سعد الدين أنه قام بتقديم هدية للحجاج، وأيضا هذه الهدية التي تقدم للحجيج من قبلهم لها طابع خاص يعني وضع الفرحة لدى ضيوف الرحمن المتواجدين في المشاعر المقدسة. إن شاء الله قدر المستطاع يكون معنا هذا التقرير. خلينا نشوف التقرير ونأخذ لقاء مع الأستاذ راشد التميمي بعد ما نشوف التقرير. نشوف التقرير سويا. متواجدين اليوم في إحدى نقاط التوزيع وتحديدا في مخيم المدينة المنورة لاستقبال الحجاج القادمين من المدينة المنورة ومتجهين إلى مكة لأداء مناسك الحج. فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول. حق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد. يسعدنا الآن أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ راشد التميمي. يعطيك العافية أستاذ راشد، وحابين تعطينا الانطباع عن ما شاهدناه حقيقة من تقديم هدية لضيوف الرحمن من قبل سعد الدين. الله يعطيكم العافية وكل عام وأنتم بخير والأخوة المشاهدين جميعا. كيف وجدتم الانطباع الخاص ب هذه الهدية المقدمة والفكرة الرائعة حقيقة التي يمكن أن تقدموها لضيوف الرحمن، وكيف كان رجع الصدى لها؟ إحنا يا طويل العمر من الواجب الوطني علينا ومن الواجب اللي كقطاع خاص إن إحنا نشارك في ما يتعلق بخدمة الحديد. ارتعينا المشروع هذا صار عمره تقريبا 4 سنوات، هذه السنة الرابعة على التوالي تقديم الهدايا للحجاج. يعني إحنا يعني ابتعدنا أو نبتعد عن كلمة صدقة أو هدية عفوا أو مبرة أو وجبة، وإنما هدية تقدم للحاج بأيادي وطنية متطوعين. ممتاز. شباب سعوديين وشابات سعوديات. السنة هذه حاولنا نطور في آلية العمل بعدة طرق وعدة خدمات. استفدنا من وجود أكبر مصنع في الشرق الأوسط للكيك الممكن طبعا، فساعدنا في إنتاج الكمية الخاصة بالتوزيع في الحج. الحمد لله على كل حال نقدم مجهود بسيط من القطاع الخاص ونطمح للأكبر والكبير إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ راشد التميمي مدير العلاقات العامة بحلويات سعد الدين، وأيضا كل الأيادي العاملة في هذه الهدية الجميلة لضيوف الرحمن. يعطيكم ألف عافية.